سن الإعدادي. النهاردة هنشرح مع بعض درس النعت. يلا. النعت بينقسم إلى مفرد، جملة اسمية، وجملة فعلية، وشبه جملة. المفرد زي ما أقول جاء الطالب المجتهد، تمام؟ هنا جاء فعل والفعل، والطالب فاعل مرفوع علامة رفعه الضم، يبقى مجتهد نعت مفرد مرفوع علامة رفعه الضم. طبعا احنا ما بنقولش مفرد ده نوعه، يعني يبقى صفة الطالب انه مجتهد. يبقى انا بسأل عن النعت بكلمة ما صفة، ما صفة الطالب انه مجتهد، والطالب هنا نكرة ومجتهد هنا كمان نكرة. طب في الجملة الاسمية لازم المنعوت اللي هو هنا الطالب ده يبقى نكرة، لازم المنعوت يبقى نكرة، ويبقى بعد النكرة دي جملة، جملة اسمية فيها مبتدأ وخبر يعني ورابط. زي ما اقول جاء طالب اخلاقه حسنة، ما صفة الطالب انه اخلاقه حسنة؟ طب فين النعت اخلاقه حسنة كلها؟ هي دي النعت جملة اسمية. طب ازاي بعربها؟ اخلاق مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، الهاء ضمير مبني في محل جر مضاف اليه، وحسن لخبر مرفوع علامة رفعه الضمة. وبعد ما خلص كده بقول والجملة الاسمية في محل رفع نعت. يبقى انا بأول حاجة بجيب اول بدور على كلمة نكرة اللي هو المنعوت، لازم يبقى نكرة. بعد كده ورا جملة اسمية مبتدأ وخبر، وبعد كده في لازم يبقى فيها ضمير ربط عائد على الطالب اللي هو المنعوت. في الجملة الفعلية بقى برضو نفس الكلام، لازم برضو المنعوت يبقى نكرة. طب هنا بيقول جاء قاضي يقول الحق، يبقى هنا قاضي دي نكرة، بيقول الحق دي هي نعت الجملة الفعلية من فعل وفعل. يعني أنا بقول جملة فعلية من فعل وزائد فعل. شوف الجملة تيجي في حالتين، لو قلت ظرف زائد مضاف إليه، أو حرف جر زائد اسم مجرور. في الحالتين هما الاتنين بيبقوا إيه الجملة، يعني بتبقى شبه جملة. لما اقول رأيت عصفورا فوق الشجرة، هنا برضو عصفورا اللي هي المنعوت نكرة، وفوق الشجرة ده ظرف اهي، والشجرة مضاف اليه مجرور وعلامة جر وكسر، يبقى هنا النعت فوق الشجرة شبه جملة.